أناتا تقع على بعد 5 كيلومتر شمال شرق القدس، وتقع على مساحة 30,500 دينار. أراضي أناتا مقام عليها عدة مستوطنات. هيهم أخذوا المستوطنين، أخذوا جزء من هذا أراضي. إحنا كأصحابين أراضي إحنا بالحاجة السكنية إلها، وفيش عندنا فعلا ضغط سكاني، وانت شفت قديش في ضغط سكاني فوق في عناتة، واحنا ممنوعين اللي بدنا نسكن في هذه الاراضي، احنا ممنوعين. وبيجي زي ما تكون ناس من روسيا، ناس من بولندا، ناس من هان، بيجوا بيبنوا سكن هان وبعرضوها على المواقع للاجر، يعني معناها هم شغله استثماريه مش شغله حاجه يعني لهم.